فيما تستمر معركة العالم مع فيروس كورونا، برز إلى الواجهة التحذير مما يسمى مرض كوفيد طويل الأمد. فقد دعت منظمة الصحة العالمية لإجراء مزيد من البحوث بشأن هذا المرض، وشددت على ضرورة التوسع في فهم أعراضه وأعراض ما بعد الإصابة بكوفيد والتي تلازم المريض لفترة طويلة. أعراض قد تشمل الإرهاق ومشاكل قلبية وعصبية، وقد تصيب حالة واحدة من كل 10 حالات إصابة وفق الدراسات. فما هو بالتحديد هذا المرض وكيف يمكن مواجهته؟ ينضم إلينا مباشرة من واشنطن أستاذ الربو والمناعة في كلية الطب في جامعة جورج تاون بروفيسور طلال نصولي. أهلا بك بروفيسور نصولي عبر سكاي نيوز عربية. كنت حدثتنا قبل أشهر بأن هنالك إصابات لن تتعافى بالمدة الزمنية المتوقعة التي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. هل فعلا حصل هذا التوقع؟ وهل تعاين فعلا هذه الحالات ولتستمر لأشهر طويلة ما بعد الإصابة من تداعيات وانعكاسات إن كان على القلب أو حتى على الجهاز التنفسي والعصبي؟ شكرا على استضافتي. هذا بيصير عن عدد معين من الناس، اسمه Post COVID-19 Syndrome or Long COVID Symptoms. بعد ما يتحسنوا، يعني بعد ما يخف الفيروس بيدل في عندهم عوارض، والعوارض هون بدي فرجيها أكثر شيء، يعني بتصير عند الناس اللي معهم اللي صار معهم كورونا فيروس. بيصير عندهم تعب، صعوبة التنفس شوي، بيصير في عنده وجع بالعضلات، وجع بالصدر هون من القلب، بيصير سعلة مستمرة شوي، وكمان عندك القبلية ما بياكلوا، القبلية بتسكر، وبعدين وجع في العضلات كمان، هذه مهمة. هذا عدد صغير من الناس، ما بدنا نخوف كتير الناس، بس بدنا نقول لهم. لهذا السبب لازم الواحد ينتبه، يعني وقت بيصير معه كورونا فيروس أكترية الناس القبلية ما بقى عندهم قبلية منيحة، الأكل بيصير خفيف، لا بياكلوا، ما بيشربوا سوائل، لازم نزيد السوائل، لازم الأكل البروتين يكون مرتب وقت اللي نكون مريضين مش نقاوم هالفيروس الملعون. وبعدين إذا صارت هالعملية وبقيت بعد جمعتين ثلاثة أربعة، بدنا ننتبه في للوجع العضلات، فينا ناخد أنتي إنفلاماتوري إيجن مثل أبيبروفين وغيره، نابروسين، أدوية للإنفلاميشن. المهم كمان المشاهدين الأعزاء يعرفوا بدهم يدلوا أكتف، ما بدنا ندل نايمين بالتخت، بدنا نقوم نحن إذا 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 مش مبسوطين نقعد على الكرسي ولا نقعد على الكنباية في البيت، وبعدين بلش نتحرك نعمل حركة، وبعدين بسرعة بدنا نطلع لبرا على الطريق نحط الكمامة ونروح نتمشى شي 10 دقائق باليوم، 10 دقائق مرتين بالنهار، يا 3 مرات بالنهار، ونشوف الشمس مهمة جدا. وبعدين ندل نحكي على التلفون مع أصحابنا ونحكي مع العائلة تبعيتنا. وبعدين أهم شيء الأسبرين، لأنه هذا الشيء اللي عم بيصير اللي مثل ما بتعرف هذا الفيروس تجلطات صغيرة بيجمد الدم، وتجميد الدم بيصير في مشاكل في المخ، مشاكل في القلب، ومشاكل في الرئات كمان، مايكروسكوبيك وانز تبعت شو بقى، مش ما بقى يصير الأمور هيدي. شي بيصير عنده كورونا فيروس ما عنده حساسية على الأسبرين، دغري بدي بلش الأسبرين يوميا. لكم من الوقت تحدث دكتور نصولي عن فقدان الشهية، تحدثت عن الضعف العضلي، تحدثت أيضا عن هذه التجلطات، وأيضا متصلة بالصحة النفسية، التواصل مع العالم، وأيضا الرياضة. هل يمكن إضافة إلى هذه الأمراض التي قد تظهر في كوفيد بعد كوفيد 19 ربما أشياء نادرة قد تحصل في بعض الحالات التي عينتها حضرتك؟ لا ليك، يعني هذا الشيء السيناريو تبعه، انتبهت لي كيف؟ الأهم شيء اللي عم نشوفه نحن على المرضى تبعونا، لأنه بيحسوا حالهم مريضين جدا، وبيصيروا يخافوا إنه معقول يصير في وفيات، معقول في شيء مشاكل كذا، الخوف بيخليهم ما بقى بياكلوا، ما بقى يتحركوا، يعني إذا واحد قعد بالتخت 3-4 أيام وما تحرك بيروح 25% من العضلات تبعونه، شوف كيف عضلات الإجرين، عضلات الكذا، وبيصير بيحس حاله بطيء، وبيحس حاله ضعيف. بقى لهذا السبب نحن بده يكون المورال تبعنا كويس، معنويات كويسة، ونقول نحن رح نقاوم هذا إذا الله راد، ونحكي مع الطبيب تبعنا، ناخذ الأدوية اللي بيعطينا إياهم. وبعدين الغذاء مهم جدا، البروتينات كثير مهم، الدجاج وغير الدجاج والسمك، وكمان الفلويد ياخذ واحد يشرب ميه السوائل مهمه جدا كمان. وبعدين دغري بدنا نبلش نعمل حركه، ما فينا نضل قاعدين، وشوي شوي بدنا نرجع الرياضه، يعني 10 دقائق نتمشى في الخارج مع الشمس كويسه، وكمان الفضاء بيعطينا بنحس حالنا احسن معنويا،
بيأثر علينا، وأندورفين بيعطينا ونعمل حركة. هنا بين الأندورفين والفيتامين دي وأيضا يعني القسط الوفير من النوم والمتصل أيضا بتناول الميلاتونين بعد هذه الفترة وهذه الإصابة، ما أهمية اليوم حماية الأمعاء وهنالك حالات إصابة مباشرة، فقدان البكتيريا التي يحتاج إليها جسم الإنسان؟ هذه الحالات أيضا شائعة، ويعني نتابع مع عدد من المشاهدين يطرحون عليك هذه الأسئلة. لا أكيد، يعني ليك هو بيصير في تغيير كامل في الجسم وقت اللي بيكون عنده الكورونا فيروس، والكورونا فيروس ملعون من الخلايا تبع المناعة تبعنا، والإنفلاميشن بيصير يطلع كيماوي اسمه سايتوكاين، منه آيل 6 وآيل 6 وغيره، هدول انترلوكين بيعطوا تعب وبيعطوا إرهاق وكذا. نحن بدنا نغسلهم بالسوائل، بدنا نغسلهم بالحركة، نتحرك على المضبوط، انت علي كيف، تنقاوم هالمشكله اللي عم تصير بالجسم تبعنا، دوره الدم ده الماشي مشان يصير في تنظيف، وخلايا الخلايا اللي بتدافع على ضد الفيروس تروح هون وهون وتقاوم الفيروس. ونحن هل يمكن المتعافي اليوم ممارسه الرياضه، والرياضه هي بحاجه يعني لا تسبب بارهاق للرئتين؟ لا مش ضروري، ليك اكيد انا ما عم بقول له للشخص اذا صار معه ضروري يروح يعمل رياضه، بدنا نبلش تدريجيا، نبلش نتمشى، المشي مهم جدا بالخارج، المشي انت بتشوف مش نقوي عضلاتنا وناخذ هواء نظيف، وبعدين شوي شوي بيجي بيعمل رياضه. هلا اذا الرئتان في مشاكل في الرئات وعم بيصير في صعوبه تنفس، ساعتها بده يشوف الطبيب تبعه على المضبوط وياخذ ادويه معينه، لانه بيصير في التهابات البكتيريا، بيصير في انفكشن نيمونايتس يعني نمونيا، ساعتها بده يحكي. اذا في حراره في حمى لا ما بدنا نعمل رياضه ولا بدنا نعمل شيء، اذا في حمى تتنزل حمى تروح، بس السوائل والكمان الاكل مهم جدا، وبعدين يضل ضميره كويس يقول انا بدي يمشي حالي وانا بدي اشفى، بس بدنا نساعد حالنا، ما فينا نضل قاعدين بهالطريقه هي. ما أهمية جلسات أيضا العلاج الفيزيائي مع الضعف العضلي الذي يعني يصيب كل من يخرج من الحجر أو من هذه الإصابة لأسابيع طويلة؟ مظبوط، بيساعد ما في شك، الفيزيكال ثيرابي بتساعد بطريقة ملموسة تنقوي العضلات، خصوصا انتبه عضلات الإجرين تحت، يعني ده الإيدين ممتاز، بس إذا ضعفنا، إذا الإجر والإجرتين ضعفوا بيصير في قلة حركة، وقلة الحركة تعمل جلطات، قلة الحركة بتخفف المقاومة وبتخفف كل الأمور هذه اللي احنا بدنا إياها، بدنا ندل مقويين إجرينا من تحت، حتى لو قاعدين بالتخت بنحرك إجرينا لفوق ولتحت، وما نقعد بالتخت، نقعد على الكنباية، نقعد على الكرسي تبعت اللي كيف، حتى نحط التلفزيون نتفرج على الأخبار، نتفرج على شيء كويس، نتفرج على فيلم، نحط موسيقى الصبح من فيه الصبح، نحط موسيقى، كل هالامور الصغيره اللي عم اقول لكم اياها هيدي امور مهمه. ليس كل الاخبار دكتور نصولي، فقط سكاي نيوز عربيه. انتهى وقتنا. اشكرك جزيل الشكر استاذ الربو والمناعه في كليه الطب في جامعه جورج تاون بروفيسور طلال نصولي.